استمرار العمل بنظام الكوتنائي في قانون الانتخاب لمجلس النواب الأردني، وأن يتم زيادة عدد المقاعد النسائية المخصصة للكوتا للمرأة في مجلس النواب، اعتماد نظام الكوتا النسائية بما لا يقل عن 30% في الدستور لضمان تطبيقه على مختلف هيئات السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية ومؤسسات الدولة والإدارات العامة، تعميق الحراك عن الكوتا داخل الأحزاب ليصبح إرادة سياسية للأحزاب وجزء من الخطاب الحزبي، ضمان مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة وتكافؤ الفرص المتاحة لها للقيادة على قدم المستويات في جميع مستويات صنع القرار، لابد من وجود واعتماد سياسة عامة للتمثيل النسائي تتضمن نسبة مئوية معينة يجب تحقيقها في أي حكومة تشكل، ودراسة الأسباب التي تحول دون وصول النساء إلى مواقع صنع القرار في النقابات المهنية بشكل خاص من أجل تذليل العقبات الكامنة وراء ذلك. لها تعديل التشريعات والقوانين التي تحد من فعالية مشاركة المرأة سياسياً واقتصادياً، وفي منها العديد القوانين الانتخابات والبلديات والتقاعد والضمان الاجتماعي والعمل بالأحوال الشخصية، ومراجعة التشريعات المتحيزة ضد المرأة ولمشاركتها في العمل السياسي، إجراء مراجعة منهجية للتشريعات الحالية لرفع الكوتا بما يتوافق مع الأجندة العالمية 2030 وضمان تكافؤ الفرص خلال العملية الانتخابية من قبل الهيئة المستقلة للانتخابات، العمل على إصدار قانون خاص لضمان الحق في المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين بانتهاج منحة تشاركي مع مختلف الجهات والسلطات المعنية، ووضع الرقابة في صدارة أولويات البرلمان وتعزيز مهمة الرقابة والقدرة على تنفيذها من خلال ضمان تعميم منظور النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان في جميع أنشطة الرقابة والتعاون في تنفيذ الرقابة.